أخبار وزارة الإسكان دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعلن بأنه عدد كراسات شروط حجز أراضي القرعة اللي تم سحبها من فروع بنك التعمير والإسكان لحد دلوقتي بلغ حوالي 211,759 كراسة، بينما بلغ عدد من سددوا مقدمات الحجز 134,020 مواطن، وأضاف بأنه سداد المقدمات مستمر حتى بعد غد الخميس 2 يونيو. وزارة الإسكان كانت طرحت 21,398 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي والمتميز والأكثر تميزا، وده بنظام القرعة ب21 مدينة جديدة، وده بمساحات مختلفة بتتراوح ما بين 209 متر مربع و 1500 متر مربع كمرحلة أولى من إجمالي 60,000 قطعة بتخطط الوزارة لطرحها بالمدن الجديدة بمساحة تقرب من حوالي 35 مليون متر مربع.